هلا صحيح تانيا بتضل بتعيط علينا وبتضربنا برات الهوا، بس على الهوا كل نهار بتحكي عن التواصل اللاعنفي. لا مش مزبوط، هي مزبوط عم تحكي عن التواصل اللاعنفي اللي بتتعامل فيه بحياتها اليومية وأيضا على الهوا مع مشاهدينا. ننتقل لعندها وخلينا نحكي. طلعت بخبيط شفتي بدون ما تعرفي من ورا ظهرك بخبيط بتتصدق. اول شيء ينعاد عليك وعليك ان شاء الله يا رب بالخير، بس بالخير تنعاد ويكون كل شيء خير جديد علينا وعلى المشاهدين. بالصحه يا رب والصحه دائما اول شيء الصحه والصوت الحلو. اي طبعا هيدا اهم شيء. الرصيد هيدا الرصيد. كنت عم بطرح هيك على حالي سؤال من فتره انه انا اوكي عم بطلع كل نهار خميس وعم نظر على العالم يمكن يفكروا شو عم تحكي؟ عم تحكي عن انه كيف نحكي اوكي. بقى حسيت لازم يمكن نرجع للبيزكس للاساس اللي هو اللي عم جرب نطرحه بهالفقره، وليش الفيوتشر قررت تاخذ هالفقره وتنقلها على الشاشه؟ لانها هي بالفعل حاجه. اللي عم حاول اطرحه للناس للمشاهدين هو التواصل اللاعنفي. التواصل اللاعنفي مش تنظير، مش فكره، هي تقنيه يلي عم نحاول نفوتها مقطشه، كل حلقه بنحكي عن فقره منها، بس هي هدفية واحدة اسمها التواصل اللاعنفي. هي تقنية معتمدة بأغلب دول العالم، معتمدة بحل النزاعات يلي بتبدأ ثقافية سياسية دينية وبتنزل للفردية للشخصية بالتربية إلى ما هنالك. أوقات منركز على الجزء التربوي لأنه يمكن بهالوقت من النهار أكثر أشخاص بيكونوا عم يحضرونا هن المربين بالبيت. صحيح. أو السيدات ويلي هن أنا بعتبرهم مفتاح لتغيير أي مجتمع بدنا نغيره. صح. فحبيت اليوم نرجع لقصص التواصل اللاعنفي، ارجع عرف عنه شوي. بيقول أرون غاندي يلي هو مش راجيف غاندي، هو غاندي آخر بعده عايش وبعده شاب وحائز على جائزة نوبل، بيقول إنه اللاعنف هو إدخال تصرفات إيجابية بتسيطر على تصرفاتنا السلبية اللي بنعرفها، وإذا بنغير بحالنا نقدر نغير العالم، لأن ما حدا بيغير العالم، بنغير بحالنا. صحيح. بس صحيح. إذا غيرنا بحالنا ممكن نغير العالم حوالينا وبتكبر الدائرة. ولنغير بحالنا ضروري أول شيء نغير طريقة تواصلنا، لأنه منفكر حالنا منتواصل بطريقة سليمة بس مش دايما منتصرف فيها، خاصة لما منكون بكونفليكت، لما منكون بنزاع. التواصل اللاعنفي إذن هو طريقة بتخليني إرجع أتعاطى بقلبي وعقلي سوا، لأنه أنا بفكر وبشعر، إذن أنا وايز، أنا حكيم. فهالحكمة يلي عندي إياها لازم استعملها أكثر. هيدي هي تقنية التواصل اللاعنفي. مثل ما قلت يستعمل بكافة أنحاء العالم، ولأنه هو تقنية، تقنية دايما إلى مفاتيح. مفاتيح التواصل اللاعنفي هي أربعة رح أرسمها هلأ على اللوح. رح نحكي اليوم نركز على أصعب جزء منها يلي هو الأول جزء. رح ارسم هيدا على البرسوناج تبعي اللي بحبه جدا، انا بضل ارسمه بس رح ارسمه صغير اليوم، يمكن نرجع له شوي بس رح ارسمه على جنب. عناصر التواصل اللاعنفي او نون فايلنت كوميونيكيشن الى اربع تحرف، بالانجليزي من الا افنر، وبالعربي اسمها راحت. رح الا راحت حرف الراء، الالف، الحاء والطاء. أيه. اليوم راح نركز على اول حرف الراء يلي هو بالانجلش الاو يلي هو observe او الرصد، مشان هيك قلنا حرف الراء. الرصد هو اللي راح نركز عليه. ثاني حرف هو الفيلينجز، الرصد هو هون بقشع براقب. راح نشوف اذا نعرف نراقب الامور مزبوط، خاصه اذا كنا بنزاع او لا، لانه بنفكر حالنا بقدر راقب. راح نلعب لعبه اليوم. يلا. الفيلينجز الاف بالانجلش يلي هي الاحاسيس، احاسيس او المشاعر. الان نيدز الحاجات حرف الحاء، والار هو ريكويست بالعربي طلب. طلب التقدم بطلب. هو هن العناصر الاربعه. اليوم رح نركز على هيدي النقطه، ولنركز على هيدي النقطه بدي اطلب من الكنترول يفرجونا صوره واسالكم، اطلب منكم بالاستوديو واطلب من المشاهدين طبعا انه يوصفوا لي اياها، شو شايفين بالصوره؟ تفضلوا، شو شايفين بالصوره؟ في جوائز ولا ما في جوائز؟ ما في ربح معي، لا. مسلسل تركي حدا قال. رصد. شو شايفين بالصوره؟ وصفوا لي اياها. هلا في شخص حاطط ايديه على هيك، عن جد عم يراقب لانه هيك عم يتابع شو عم بيصير حواليه. اوكي. والشخص الثاني ما عم يجرب ما يشوف شو عم بيصير. اوكي، شو بعد شايفين بالصوره؟ شايف شادي؟ عم يتطلعوا على شغلتين، يعني مهتمين بالقصص اللي عم يتطلعوا عليها. نعم. يعني عم يرصدوا شيء، يعني كل واحد عم يتطلع بشيء. مزعجين من بعض.
مزعوجين من بعض كمان سمعت بالاستوديو، كثير منيح. رح نشوف، عملنا كمان ريبورتاج صغير مع الناس على الطريق، فرجناهم نفس الصوره ورح نشوف كيف وصفوا لنا اياها كمان. اوكي يلا. في كثير عندهم شغلات اساسيه ما عم بيلاقوها، مثل الغاز مثلا، مثل مازوت، خبز. انا بحس خيانه، قلبي حاسسني هيك. هدول اثنيناتهم حرام حاطين هم الدنيا، هيدي عم تطلع هيك بالجته وعم تبكي والتاني عامل هيك عم يشكي امره لربه. الله يعينه، الله يصبركم، شو بنعملكم. بكره بتعرفي بس تتجوز. من وشه معروف ما عم تقبل معه، عم يقول لها روحي نروح مشوار، قلت له ماني قدران. منفصلين عن بعض او مع النفق، وحده من الاثنين. كلين قتله. ضاربين بعض، هاي عيونه ورمانين. صح، مشي حلو، راح الكلمات موج. في مسلسل تركي كان خانقين مع بعض، اكل بوكس على عينه، يمكن خاينته او شيء، اخذ موقف من بعض، اخذ موقف من بعض بيناتهم لانهم مكتفين ايديهم. مزهقانين من الحياه، بدهم ينتحروا. نطلع فيهم ببين عليك. هلا تخانقوا، هول مجوزين من فتره وتخانقوا على قصه الاولاد والبيت، عادي يعني. مكتفين بعضهم. وحرام ماكل حقها مبين. من ورمه عينها ماكل حقها. شو رايكم؟ كمان مسلسل تركي، حدا قال اخذ لهم عقلهم المسلسلات التركيه. للصراحه يلي شفناه بالريبورتاج هو ملخص عن يلي دائما بشوفه بالتدريبات يلي بنعملها. اصعب امر يلي عملناه نحن شوي بالاستوديو هون، اصعب امر لانتقل من تواصل عادي لتواصل بناء بنقله لعنفي، هو انه اتعلم ارصد. على فكره في بنلاحظ بنشوف الحقيقه من وجهه نظرنا، يعني بالريبورتاج شفنا ست سوريه عم تحكي اول شيء، قالت عندهم شيء ما عم بيلاقوه، غاز مازوت. شافت الصوره من منظار الوضع الحالي عندها ببلدها، شافت الصوره انه عم بيعانوا من شيء اكيد شيء ناقصهم، راحت يعني هالتعبير كثير ريفيلينج او بيفضح احاسيسها لهالست من المعاناه اللي عم بيعيشوها. هي دغري قالت غاز ومازوت وخبز وحاجات كل الاحتياجات. صحيح، حدا ثاني قال لها بكره بتتجوزي بتعرفي انه هيدول كابلز ومقبرين بعضهم، كثير قالوا عينها زرقاء، خيانه وضاربها بوكس ومعنفه وعنف معنفه، وهو ايه كلها قتله منها بس صح ركبت قصه. ايه عملوا فين؟ ونحن حتى هون بالاستوديو لما شفنا الصوره انه عم يطلعوا مزبوط عم يطلعوا باتجاهين مبينين انه كانهم خانقين، سمعنا مسلسل تركي، سمعنا عده افكار. الرصد هو اصعب تمرين علي اعمله لما بدي اوصف. بس شو يعني وصف؟ بعلمونا بالمدرسه نوصف ونروح بهيدا الاتجاه اللي عم نشوفه. صف لي موسم الربيع مثلا، بنبلش للاولاد بالمدرسه، ببلش لك مطلوب منه يعبي 10 اسطر عم يوصف الربيع، يمكن هو براسه الولد زهور، طقس حلو، بلش يطفى، عصافير رجعت وخلصت، مطلوب منه يعبي 10 اسطر، فبنصير نعبي. وتعود الطيور وياخذنا والدي في رحله الى الطبيعه، مجبور يعبي. ثم امطرت فعدنا الى المنزل. نقطه. فقلت زحلي فزحلي. نقطه. فبنتعود انه إن نعبي نعبي ونحط من زيتنا، بعتقد بشايف بفتكر انه عم نشوف شيء. التوصيف البسيط اذا فينا نرجع نشوفه ولو للحظه، الصوره يلي استعملناها بالريبورتاج ولعبنا فيها على الكاميرا، التوصيف البسيط للصوره بيقول يلي شفناها هو التالي: رجل وامرأة. رجل بوجه الصور بوجه المصور حاطط ايديه على صدره، امرأة خلفه عم تنظر الى يمين الصورة. نقطة انتهى. هيدا التوصيف. يعني إذا بدي أوصف شجرة تنقول كمان الشجرة في أوصفها وزيد وملحها وبهرها قد ما بدي، بس هي الشجرة جذور، جذع، أغصان، أوراق.
بهالبساطه هي الرصد، ليش عم بركز عليه؟ انا قلت هيك شو بربح؟ لا مزبوط. نحن بنربط احاسيسنا باللي عم نشوفه، شو بياثر علينا هيدا الشيء؟ بنشوف الحقيقه من منظارنا وبنصير بنركب عليها استنتاجاتنا. رح نلعب لعبه ثانيه على السريع يلا ونشوف شريط مصور او باند ديسيني بستعملها كمان بتدريباتي. كنت لبست الاسبادري اذا فيها قد العب. انا هيك بحب العب بالتدريب لانه عندنا فيجوال ميموري ولما بنشوف صور بنتذكر الوضع اكثر. رح نشوف شريط مصور قصه من اربع خانات اذا بتطلعوا معي عليها. الخانة الأولى بتبلش على يسار الصورة فوق، الخانة الثانية حدا، مننزل الثالثة تحت الأولانية، والرابعة ما عنا نتيجة القصة. شايفين ثلاثة سيكانس أو ثلاث أجزاء من القصة ما عنا الخاتمة. شو بتتوقعوا ختام القصة رح يكون؟ يلا القصة يلي شايفينها، في طير على الشجرة إذا بدنا نوصفها، في ثعلب، في ثعلب إذا بنشوفها على هيدا يمكن اللوح، وعم بيصير شيء بس ما بنعرف نهاية القصة. آخر مربع ما عنا النهاية. شو النهاية اللي بتتخيلوها؟ كان عم يعزمه يمكن ينزل يلعب معه تحت. في شيء عم يتحرك كمان بالرسمات، ما بعرف إذا بتلاقوا الاستنتاج. طابة عم يلعبوا بالطابة. طابة قررتوا إنه عم يلعبوا بطابة. غيدا شو شفتي؟ طابة ولا أكل هيدي أو شيء؟ غيدا يمكن شافت أكل. إيه أكل. تتخيلوا شو النهاية؟ أو أنا جوعانة أو شو بتتخيلوا مثلا اخر مربع رح تكون الصوره؟ غيدا اذا رحتي صوب الاكل هيدا عم يكبل له اكل، فتح تمه الذئب لحتى ياكل الاكل. اذا باخر صوره رح ياكلها؟ ايه بده ياكلها هيدا. شيف شادي انا بقول رح يفتح تمه وياكلها. رح يفتح تمه وياكلها. ايه. اوكي هيدي اجمالا كمان الصوره يلي بنحطها هلا رح نشوف بعد لحظات الريفيلر الخاتمه السعيده للقصه او المش سعيده هلا بنشوف. بس اجمالا لما بيشوفوا الناس هي الصوره بيروحوا على الفابل دو لافونتين او الشعر يلي بنتعلمه نحن وصغار، الغراب والثعلب ولوح الجبنه، بيروحوا على الاكل اكثر من اللعب. ماتر كوربو سور ان اربو بيرشي الى ما هنالك. فبنروح على قصه الاكل. رح نشوف الريفيلر او الصوره كامله هلا ونكشف الحقائق ونكشف الحقيقه ونشوف كيف رح تختتم رح تختتم. شوفوا نهايه القصه شو. بعتقد يمكن غيدا تشوفي على هيدا التابلو يمكن هونيك شو طلعت يلي عم تتحرك بالصوره. طلعت هيدي بكل بساطه الشمس هي اللي مبينه وراها. هي كانت عم بتغيب وغابت اخر شيء، ما خصها فيهم. طب هي شمس الحق ولا لا اللي غابت؟ غابت شمس الحق. هن طلعوا يمكن عم يتسايروا عن المسلسل التركي اللي شفناه بالريبورتاج على الصوره الاولى. شمس سوداء عم بيتحدثوا عادي، والشمس اللي عم تغرب ونحن عم نفتش شو عم تعملوا. مزبوط هي عنصر ما لا دخل له بالاكشن يلي عم بتصير بيناتهم، هي عم بتصير بالباك جراوند. هيدا الشيء لنقول انه لما عناصر القصه نحن ما بنعرفها كلها او بنشوف من وجهه نظرنا، بنشوف حقيقتنا دائما بحقيقه الغير. برجع بقولها وبكررها، لما بدنا نشوف حالي في لها دائما ثلاث اجزاء، في وجهه نظري، وجهه نظرك، وفي الحقيقه شو صار. بناخد يلي بنراقبه بنرصده من وجهه نظرنا، بنفكر انه النتيجه الاستنتاج اللي انا رايح فيه هيدا السليم، واوقات بنقتل بسبيل يلي انا مآمن فيه انه هيدا السليم. مزبوط. بينما الحق يلي انا بشوفه من وجهه نظري، هالرسمه البسيطه او هالصوره البسيطه اللي شفناها وحللنا كثير فيها، هي مثال لكثير قصص اذا بنركبها على امور بتصير بحياتنا اليوميه. بنرصد حقائق وبنقول انه هيدا الحق يلي انا ماشي فيه وهيك بدي روح بهيدا الاتجاه واستنتاجي هو الصح. ياما حروب انبنت على هيك حقائق، ياما نزاعات ثقافيه ودينيه عم تركب على هيك حقائق مسلمات انا اخذها، هاي هي مسلماتي وماشي فيها، بينما هي وجهه نظر. الحقيقه مجرد بنقول وجهه نظر، هي اكثر من وجهه نظر، في حق بيصير على الارض بس هي وجهه نظري في وجهه نظر الاخر. اذا اصعب مرحله ممكن انا اذا بقرر انه اعدل بتواصلي بالحياه هي انه اتعلم ارصد اول شيء بلا ما احط الانا تبعي. مزبوط. حطه شوي على جنب، شيله شيله هيك شوي ولانه دقيقتين وارصد، يعني جرب وصف الامور كما اراها بالعين بلا الانا اللي ورا، بلا دماغي، بلا تحليلي، بلا قصتي، بلا حياتي، بلا الغاز اللي ناقصني، بلا المشكلة الزوجية اللي عم عاني منها، بلا 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 إلى ما هنالك، بلا خبرتي بالحياة، لأرصدها مثل ما هي. لأنه بس أرصد الأمور بتجرد ولأنه بسيط، لأنه أصعب شيء نتجرد نحن بشر، أصعب شيء نتجرد خاصة بالنزاع. يمكن ما بعوز التجرد إذا حالتي طبيعية وماشي حالي، بس إذا أنا عندي مشكل ضروري أتجرد ولأنه لحظة صغيرة وأرصد. إذا برصد
بلش شوف الامور بشكل اوضح لانتقل للمراحل الثانيه من التواصل اللاعنفي يلي هو اعرف شو احاسيسي واحاسيس الغير، شو حاجاتي وحاجات الغير، نحكي عنهم بحلقه ثانيه. بس قبل ما اختم بدي اذكر المشاهدين انه فيهم يتواصلوا معي عبر تويتر تانيا عوض غرده على تويتر، وفيهم يتواصلوا معنا اكيد عبر الايميل ادرس يلي بيشوفوه على الشاشه بفقرتنا، ويبعثوا اي اقتراح او اي اقتراح او سؤال، وبكون من دواعي السرور انه جاوبكم لانه بحب ارعي واحكي. ابدا هذا الشيء مش صحيح. لا 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 مش مثل ما بتشوف. تانيا بنشوفك جمعة الجاي واكيد راح نتابع محطاتنا بعد دقائق، بنكون مع كتاب اليوم ومن بعدها اجندة مع كمان راح تكون معنا زينة بالاستوديو عالم صباح. خليكن معنا.